نعم. أطياب تقول أنا أجهضت قبل 3 أيام وكان عمر الجنين في الأسبوع الثامن أي شهرين من الحمل، ولا زال النزيف إلى اليوم بكمية غزيرة، فهل أصلي في هذا الوضع ولا أترك الصلاة، مع العلم أن الطبيبة قالت ألا أصلي إلى أن ينتهي النزيف؟ أخي ياسر، إذا كانت الأخت الكريمة قد أسقطت هذا الجنين بعد مضي شهرين، يعني تقريبا 74-60 يوم، فحينئذ لم يتخلق الجنين أخي، لأن التخلق يبدأ من 8 يوما فأكثر، قريب من 75 يوم إلى 8 يوم إلى أكثر من ذلك الزمان. أما دون هذا الوقت فإن الجنين لم يتخلق، حينئذ يكون ما خرج منها دميش دم فساد، فإن تصلي معه فحينئذ لا حكم إيش المستحاضة أخي ياسر، إذا كان ذلك الدم مستمر وما شابه، وإلا هذا ليس دم إيش فاس. دم نفاس. لا يحكم بدم النفاس إلا إذا أسقطت المرأة جنينا قد تخلق، ومتى يبدأ التخلق؟ من 8 يوما فصاعد. والأخت الكريمة تقول مضى عليه إيش شهرين أو شهران. والشهران يعني 60 يوم دون 80، صحيح، فما خرج منها دم فساد حينئذ فتصلي معها. نعم، لكن الدكتورة يعني يعوضها خيرا. آمين. يعني ما تأخذ قول الدكتورة؟ لا، الطبيبة لا تعلم هذا الحكم أخي ياسر، لا تعلم هذا الحكم. تظن الطبيبة أنها دم نفاس، وهذا ليس له حكم دم النفاس أخي ياسر، ما دام أن الجين لم يتخلق ليس له حكم إيش النفاس، دم النفاس، بل هو دم إيش دم فساد، ولا عبرة به، وتصلي معها. تصلي معها.